شاهر داوود يتقدم، شاهر راح فيها، مر فيها شاهر، تنقلات ممتازة، يا سلام يا سلام، لو وجود أي تسلل، جول أول، جول أول، جول 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 جول. النسور يسجلون عن طريق مسالمة، عن طريق رامي ساحوري، ما هو بالهين هو وقت الشدايد يبين، ساحوري ما هو بالهين هو وقت الشدايد يبين، لمسة وأسست يدرس يا شاهر يا داوود نحو رامي مسالمة، والعلم الجزائري موجود دائما في مدرجات. يأتي الرد، يأتي الرد، لكن يا عيني عليك يا شاهر يا داوود، يا شاهر يا شاهر على هذا الأسيست الخرافي. لاحظ الأسيست، الأسيست 80% من الهدف، ولمسة رامي وتصدي براء، لكن رامي كان أقوى من براء فسجل الهدف. رامي مسالمة يا عيني عليك يا شاهر يا داوود، بهكذا لمسة، بهكذا أسيست. حتى فريق الثقافي حاليا فادي أبو عيسى يلعب كرة مقوسة باتجاه المرمى، خطيرة جدا لمصلحة الثقافي، لكن ضاعت، ضاعت وتصويبة عادت مرتدة لمصلحة النسور. الكرة تمر، تمر، مرتدة خطيرة، شاهر 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 شاهر، عالمية ولدي، بلنتي، ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء. عت الصاروخ مر فيها شاهر، راوغ حارس المرمى والإعاقة كانت حاضرة، وركلة جزاء الثقافي. لكن أي مجهود من شاهر داوود، الله على شاهر، الله على شاهر. هل يسجل أم براء سيتصدى؟ زيد أم براء، زيد أم براء، زيد أم براء، زيد 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 يتصدى، يتصدى براء وأراد التسجيل لكن سقط في النهاية. وهنا زيد يضعها سهلة 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 بكل تأكيد على الحارس براء خروب. لاحظ براء توقع الصعب، توقع الفوز على فريقين منافسين على اللقب، أمر مهم جدا، وستكون بكل تأكيد ثقة كبيرة للغزلان في المرحلة القادمة. وليد نحو ساجد، ساجد جول 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 جول. زيد القنبر يعوض ركلة الجزاء بهدف ثاني للنسور، النسور يسجلون الثاني، المكبر ينتفض لتسجيل الثاني، مخالب النسر تضرب هذه المرة في مقتل بهدف ثاني في مرمى العنابي بعد أداء جماعي، لمسة أولى ثم الثانية ثم الثالثة، حاول فيها ساجد وأكملها زيد في الشباك. هدف ثاني لمصلحة النسور، هدف ثاني لمصلحة النسور، إصابة براء خروب حارس المرمى، نتمنى السلامة. ولكن المكبر لاحظ هنا بدأت سامح أرسلها نحو وليد، لاحظ اللمسة الأولى من وليد نحو ساجد، أرسلها ساجد، الكرة أكملها زيد، نعم زيد 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 القنبر، زيد القنبر، زيد يقول المثل، يا زيد كأنك يا زيد ما غزيت، ولكن زيد غزا وجاب الغنايم، زيد غزا وجاب الغنايم وحسم النقاط الثلاث لمصلحة النسور. زيد يطلقها في شباك الثقافي ليسجل الهدف الثاني لمصلحة. كرة طويلة الأمام تلعب رأسية على مشارف المنطقة، والحكم ماذا يشير؟ يشير لوجود ماذا؟ الحكم ماذا يشير؟ يشير لوجود ماذا؟ هل هناك ركلة جزاء؟ سنعطي الرأي إذا شاهدنا شيء واضح. هنا اللقطة الماضية الإبعاد بالرأس من قبل بهاء، رامي حمادة، إخوالد في مواجهة رامي، إخوالد جول، إخوالد جول، أدهم يسجل التقليص لمصلحة الثقافي، أدهم إخوالد يقلص الفارق هدفين لهدف في مرمى المكبر. هنا اللقطة، أدهم إخوالد وضع الكرة في المنتصف، وضع الكرة في المضمون ليسجل الثقافي تقليص الفارق في مرمى. طويلة تلعب أرضية قصيرة إلى حسن مناع، يتقدم حسن إلى اللاعب محمد خالد عبسات، يتقدم محمد نحو اللاعب رامي مسالمة، سيمر سيمر، أوه
رامي 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 رامي، جول ثالث جول ثالث جول ثالث، جول 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 جول. نجم اللقاء يستحق أن يسجل، نجم اللقاء يستحق أن يسجل. شاهر داود، شاهر داود، والثالث، الثالث للنسور، الثالث للنسور في الوقت القاتل عند الدقيقة 95. النسور يسجلون الثالث في مرمى الثقافي. نجم اللقاء هذا اليوم للنسور يسجل في طريقه لأن يسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 95. احنا اللي نشيل الهم لا كثرة همومها، واحنا اللي نمطر دم لا شحة غيومها، واحنا اللي نغزل لها من رموشة نهدومها، والقوم اللي تعتدني نطقها على خشومها. الثالث للنسور، ثلاثة المكبر، هدف الثقافي. يأتي بعدها الصافرة الختامية من الحكم مروان وزوز التي تعلن نهاية أحداث الشوط الثاني واللقاء.